ضغط سكاني كبير أحدثته حالة نزوح جماعية من منبج في مدينة عزاز آخر مدن ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة الثوار. أهل عزاز والنازحين السابقين من منبج تعاونوا على تأمين الفارين من المعارك الدائرة في محيط المدينة المحاصرة من قوات سوريا الديمقراطية. هيئات ومكاتب أسسها أهل منبج في مدينة عزاز خلال عامين، مكتب قانوني وآخر سياسي وصحي وتعليمي وإغاثي وإعلامي، وآخرها مكتب الشؤون الاجتماعية الذي برز دوره في الفترة الحالية أمام تدفق أعداد كبيرة من أهل منبج. مكتب الشؤون الاجتماعية في المجلس المحلي للثور لمدينة منبج وريفة يقوم على استقبال النازحين الفارين من الحرب الدائرة في مدينة منبج بين تنظيم داعش وتنظيم البيادية الإرهابي. جهزنا مركز إيواء بالتنسيق مع جمعية كرم الخيرية التركمانية نستقبل النازحين. تجاوز عدد العائلات الفارة المسجلة 1000 عائلة تقريبا، وهناك نازحين قديمين. ارتفاع أعداد النازحين لألف عائلة إلى جانب 400 عائلة أخرى نزحت في وقت سابق إلى مدينة عزاز خلق صعوبات بتأمين النازحين في ظل قلة المنظمات الداعمة وعدم توفر مراكز إيواء لاستيعاب الأعداد الكبيرة. مع تزايد أعداد النازحين من مدينة منبج بعد اشتداد المعارك في أطراف المدينة، نواجه صعوبة كبيرة في استقبالهم كوننا لا يوجد لدينا سوى مركز إيواء واحد، ونحتاج لأكثر من مركز إيواء، ونحتاج أيضا إلى خيم، ونحتاج إلى مساعدات غذائية تلبي احتياجاتهم والتخفيف عنهم في هذه المحنة التي يواجهونها. توثيق الانتهاكات الحاصلة داخل منبج والسعي لتأمين مراكز إيواء وتوزيع حصص غذائية وأحيانا مبالغ مالية للعائلات الأكثر تضررا هي من أبرز المهام التي أنجزها مكتب الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى سعي إدارة المكتب لكفالة 300 يتيم ممن فقدوا ذويهم إما بقصف للنظام أو بفتاوى تنظيم الدولة خلال إقامتهم في مدينة منبج.